السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. حل مشكلة إن الفايلات بيكون كلها شبه بعضها، يعني لو عندك امتداد معين لفايل معين وضغطت عليه فتحته بأي ملف، على سبيل المثال مثلا نوت باد، كل الملفات بتاخد شكل واحد وبتتحول لشكل النوت باد، أو مثلا لو الملفات بي دي اف وبتفتح الملف عن طريق مثلا بي دي اف، كل الملفات بتتحول لشكل البي دي اف. هنشوف حل للمشكلة دي إن شاء الله بإذن الله حل نهائي. أولا تعالوا كده نشوف امتداد معين نطبق عليه الكلام اللي احنا بنحكيه، وانت بإمكانك تطبق نفس الكلام على باقي كل الامتدادات، سواء الدل سواء الاي اكس اي سواء البي دي اف، اي امتداد. نضغط على كرسي السي وبعدين بنروح للويندوز وبعدين بننزل للأسفل. هنا عندنا امتداد مثلا ملف السيس WOW64، تفتحه شوف هنا ملفات الدل كلها زي ما احنا شايفين. اي ملف من دول طبعا لو حاولنا نفتحه بنضغط كليك يمين و open with show apps، ونختار مثلا النوت باد، نضغط هنا طبعا always و اوكي. شوفوا اللي هيحصل، طبعا هنا كلام غير مقروء هيظهر زي ما احنا شايفين، مفيش اي استفادة، وكل الملفات خدت شكل واحد زي ما احنا شايفين، والامتدادات ظاهرة، ادي الدل وادي الدل وادي الدل وادي الاي اكس اي. طبعا لو الامتدادات دي مش ظاهرة عندك، الامتداد اللي هو الدل او اكس اي او بي دي اف، تضغط على فيو في الاعلى، ومن خلال فيو بيكون عندك هنا فايل نيم اكستنشنز. لو شلت علامة الصح الامتدادات بتختفي، ولو رحت أو عملت علامة الصح الامتدادات بترجع مرة تانية. خلونا نرجع لموضوعنا، ازاي نحل المشكلة اللي ظاهرة امامنا على الشاشة دي. تعالوا نحلها مع بعض. بنروح لعلامة الويندوز اللي في اقصى اليسار في الاسفل دي، وبنضغط عليها كليك يمين وبنختار run، وهنا بنكتب في الامر ده، بنكتب الامر اللي ظاهر امامنا اللي هو rig edit، نضغط اوكي، نختار yes. ثواني اصغر الشاشة عشان تظهر لك زي ما هتظهر عندك. الشاشة هتظهر عندك بالشكل اللي امامنا ده، ولو ظهرت بالشكل الاول اللي هو الشكل الملفات الكبيرة بتصغر من خلال الاسهم الصغيرة دي. وبعدين بنضغط على الملف الثاني اللي هو اسمه كي كارنت يوزر، كليك يمين وبنضغط على كلمة فايند وبتكتب فايل EXTS، تكتب الاسم اللي ظاهر امامنا ده فايل EXTS، تضغط فايند تكست، فايند تكست، وبيظهر لك الملف. ثواني، ادي الملف زي ما احنا شايفين فايل EXTS. ممكن تبحث عنه بنفس الحروف كابيتال او سمول عشان يظهر لك دايركت مباشرة. تمام، المغزى من الكلام انه بيكون عندك هنا كل الامتدادات الخاصة بكل الفايلات. شوف دي كل دي امتدادات بامكانك ان انت تقوم باصلاحها. عموما احنا هنروح لفايل الدل اللي احنا بنطبق عليه الشرح ده، الفايل نفتحه كده، نحرك دي يمين شوية عشان الملفات تظهر. اول خطوة معانا لو عندك ملف يوزر تشويس ده بتضغط عليه كليك يمين و بتحذفه ديليت، وبعدين نروح لأول فايل، بنسيب الديفولت، وركز تسيب الديفولت ما تروحش عندها، تسيبها زي ما هي وباقي الملفات بتحددها وبتضغط عليها كليك يمين وبتعمل لها ديليت. الملف الثاني الملف ده بتسيبه زي ما هو مفيش أي مشكلة. تمام، ولو رحنا الآن لنفس الملفات مش هنلاقي اي حاجة اتعدلت، هتكون زي ما هي. نروح للخطوة اللي بعد كده، بنروح في مساحة فاضية في شريط المهام وبنضغط كليك يمين وبنختار تاسك مانجر، وبعدين بنروح لويندوز اكسبلورر اللي هو امامنا ده، بنضغط كليك يمين، نضغط على ريستارت، ريستارت عشان يعيد البدء مرة تانية. ممتاز، تعالوا نشوف الملفات، نضغط السي والويندوز
ونروح للملف اللي احنا بنطبق عليه الشرح، وننزل للأسفل. زي ما احنا شايفين الملفات تم تعديلها بالكامل وعادت لشكلها الأصلي. وطبعا المشكلة لو ما اتحلتش معاك بالشكل ده من أول مرة زي ما شرحت، انت كده بتحاول تختصر المسافة وتنزل ويندوز، وفي طرق سهلة على الانترنت لكيفية تنزيل الويندوز بدون ما تخسر أي شيء وبدون كمان ما تحتاج لفني الصيانة. يا رب يكون الشرح أفادكم.